وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وفي الحديث المذكور الترهيب من أخذ أموال الناس بقصد عدم الوفاء، بأن من أخذ أموال الناس وهو لا يريد الوفاء بها أو غير ذلك من وجوه إتلافها فإن الله سبحانه وتعالى يتلفه. وهذا الإتلاف كائن في الدنيا والآخرة، فتارة يتلفه في الدنيا بالأمراض المتعاقبة عليه، إما نفسيا وإما جسديا، بأن يصيبه قلق أو إحباط أو كبت أو انفصام، أو يصيبه علل في كبده أو قلبه أو غير ذلك. وربما كان إتلافه في الآخرة بشدة عقابه، بأن يعاقب عقابا شديدا لأنه أخذ أموال الناس وهو مريد الإتلاف. ومقابل هذا أن من أخذها وهو يريد أداءها أداها الله سبحانه وتعالى عنه، أي أعانه الله سبحانه وتعالى على ردها إليه.